بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلبة طلبات الصف الأول الثانوي، أهلًا بيكم على منصة سيان. النهارده ميعادنا مع درس مهم جدًا وهو تطبيقات التناسب في الدايرة. وأول درس معانا أو أول جزئية هي قوة نقطة بالنسبة لدايرة. أعزائي الطلبة، يعني إيه قوة نقطة بالنسبة لدايرة؟ تعريف قوة نقطة بالنسبة لدايرة هو عدد، العدد ده بيساوي مربع البعد بين النقطة ومركز الدايرة، ناقص مربع طول نصف قطر الدايرة تعالوا نشوف مع بعض تعريف قوة النقطة بالنسبة للدايرة قوة النقطة أ بالنسبة للدايرة م التي طول نصف قطرها نق هو العدد الحقيقي ق أ م حيث ق أ م أو قوة أ بالنسبة للدايرة م بتساوي أ م تربيع ناقص نق تربيع يعني مربع البعد من نقطة أ والمركز ناقص مربع نصف القطر لو بصينا مع بعض على السؤال الموجود قدامنا او المثال اللي موجود قدامنا نص قطر الدائره دي 5 سم والبعد بين الالف والمركز 7 سم يبقى قوه النقطه الف بالنسبه للدائره م بنكتب ما داخل القوسين اسم النقطه اللي انا بجيب قوتها وبنكتب تحت كده بخط صغير عند نهايه حرف القاف مركز الدائره او اسم الدائره يبقى ق ا م او قوه النقطه ا بالنسبه للدائره م بيساوي م أ تربيع يعني 7 تربيع ب 49 ناقص نق تربيع 5 تربيع ب 25 الناتج أصبح بيساوي 24 في شوية ملاحظات بقى كده مع بعض هنقولهم بشكل سريع لو عندي نقطة خارج دايرة يا ترى قوتها تكون بالموجب ولا بالسالب أو بتقع على الدايرة أو داخل الدايرة نشوف مع بعض كده الملاحظات يمكن تحديد موضع نقطة بالنسبة للدايرة م عن طريق معرفة قوة النقطة بالنسبة للدايرة أول احتمال معايا لو كانت قوة النقطة أ أكبر من الصفر يبقى أ دي بتقع خارج الدايرة. لو كانت قوة النقطة أ بالنسبة للدايرة م أكبر من الصفر يبقى النقطة أ خارج الدايرة. لو كانت بتساوي صفر يبقى أ بتقع على الدايرة. لو كانت أقل من الصفر يبقى أ بتقع داخل الدايرة. يبقى نقولهم تاني بسرعة. لو قوة النقطة أ بالنسبة للدايرة م أكبر من الصفر يبقى أ خارج الدايرة، بتساوي صفر يبقى أ بتقع على الدايرة، أقل من الصفر يبقى ألف بتقع داخل الدايرة. نشوف مع بعض مثال سريع اذا كانت م دايره طول نص قطرها نق اوجد قوه النقطه ا بالنسبه للدايره م في كل مما يلي ا م بيساوي 12 سم ونق بيساوي 9 طيب يبقى قوه النقطه ا بالنسبه للدايره م بتساوي ا م تربيع ناقص نق تربيع ا م تربيع ب 144 ناقص نق تربيع ب 81 اصبح الناتج 63 يا ترى اكبر ولا اقل من الصفر خد بالك اكبر يعني عدد موجب يبقى قالب بتقع خارج الدايره طالب قال لي يا مستر محمد ما هو 12 اكبر من التسعة يعني البعد بتاع نقطه الف عن المركز اكبر من نص القطر يبقى قالب بتقع خارج الدايره اقول لك تمام ممكن تجيبها كده وممكن تجيبها كده ا م بيساوي أربعة ونق بيساوي أربعة طبعا واضحه قوي ان القالب بتقع على الدايره طب قوة النقطة أ بالنسبة للدايرة م هتساوي م أ تربيع ب 16 ناقص نق تربيع ب 16 اصبح الناتج بصفر طيب يعني لو قوه النقطه بالنسبه للدائره اصبحت بتساوي صفر يبقى نستنتج فورا ان النقطه بتقع على الدائره طب الاخيره قوه النقطه ا بالنسبه للدائره م هتساوي قوه النقطه ا بالنسبه للدائره م هتساوي ا م تربيع ب 16 ناقص نق تربيع ب 49 اصبح الناتج بسالب 33 يا ترى سالب 33 اكبر ولا اقل من الصفر اقل من الصفر يبقى ا بتقع داخل الدايره ولا على الدايره ولا خارج الدايره؟ ا بتقع داخل الدايره. نشوف سؤال تاني. ميم دايره تنص قطرها 3 سنتيمتر. حدد موضع النقطه ب بالنسبه للدايره ميم. ثم اوجد طول ال ب م في كل مما يلي. قوه ب بالنسبه لم ب 16، قوه ب بالنسبه لم بصفر، قوه ب بالنسبه لم بسالب 5. هو بيقول لي نص قطر الدايره بيساوي 3 سنتيمتر. عايزين نحدد موضع النقطه بالنسبه للدايره. ثم اوجد طول ال ب في كل مما ياتي. هنا القوة بتساوي 16، يعني أكبر من الصفر، يبقى ب مالها؟ ب تقع خارج الدايرة. عظيم جدًا. عايزين كمان نجيب طول ال ب قوة النقطة ب بالنسبة ل بتساوي م ب تربيع ناقص نق تربيع. قوة النقطة بالنسبة للدايرة م بتساوي 16. م ب تربيع ناقص نق تربيع اللي هي تسعه لو نقلت سالب تسعه بعكس الاشاره يبقى م تر... به تربيع بتساوي خمسه وعشرين لو أخذنا الجذر يبقى م ب بتساوي خمسه سنتيمتر عظيم جدا طيب قوه ب بالنسبه ل بتساوي صفر يبقى نستنتج فورا ان ب تقع على الدايره طالما القوه بصفر يبقى ب بتقع على الدايره الحاجه التانيه بقى م ب هتساوي ايه هتساوي نق على طول فورا يعني هتساوي كام هتساوي تلاتة سنتيمتر، يبقى الميم ب البعد من المركز ونقطة ب هيساوي تلاتة سنتيمتر. قوة ب بالنسبة لميم بتساوي سالب خمسة، دي أقل من الصفر، يبقى ب تقع داخل الدايرة. طب عايزين نجيب كمان الميم ب، قوة ب بالنسبة لميم بتساوي ميم ب تربيع ناقص نق تربيع. قوة ب بالنسبة ل بتساوي سالب خمسة، م ب تربيع ناقص نق تربيع اللي هي تسعة، لو نقلت سالب تسعة بعكس الإشارة في الطرف الأيمن، سالب خمسة زائد تسعة أصبحت بأربعة، لو أخدنا الجذر يبقى الميم ب طلع بيساوي اتنين سنتيمتر، القوة موجبة يبقى النقطة خارج الدايرة بتساوي صفر يبقى النقطة على الدايرة أقل من صفر يبقى النقطة داخل الدايرة. نشوف ملحوظة مهمة جدا وركز معايا فيها. قوة النقطة ب بالنسبة لم هي بتساوي م ب تربيع ناقص نق تربيع وأيضا بتساوي مربع لو قلناها قوة النقطة أ هنصلح بس دي نخليها أ قوة النقطة أ بالنسبة لم هتساوي م أ تربيع ناقص نق تربيع أو ممكن نقول مربع طول المماس المرسوم من نقطة أ او ممكن نقول الف ج في الف ج شرطه وطبعا دي من خواص التناسب اللي خدناها قبل كده في الوحده السابقه وممكن نقول الف د في الف د شرطه يبقى قوه الف بالنسبه لمين بتساوي الف ب تربيع اللي هو مربع طول المماس او الف ج في الف ج شرطه او الف د في الف د شرطه مهمه جدا الملحوظه ديت طيب قوة النقطة أ بالنسبة لميم هتساوي لو عندي وطنين اتقطعوا داخل دايرة هتساوي سالب أ ب فألف أ ب شرطة أو سالب أ ج في أ ج شرطة ودي أيضا لازم نعرفها المرة اللي فاتت كانت أ بره المرة دي أ داخل الدايرة نشوف تطبيق على السؤال ده في الشكل المقابل نق بيساوي 3 سنتيمتر النق بيساوي 3 أ م كله على بعضه بخمسة يعني الألف م دوت كله على بعضه بخمسة سنتيمتر أ ب ب 2.5 عايزين طول ال ب ج وطول الألف د. مبدئيًا محتاجين نجيب قوة النقطة أ بالنسبة للدايرة م، دي بتساوي م أ تربيع ناقص نق تربيع، م أ تربيع يعني خمسة تربيع بخمسة وعشرين، ناقص نق تربيع اللي هي تسعة، طبعًا تلاتة تربيع بتسعة، طلع الناتج بيساوي ستاشر، قوة أ بالنسبة لم بتساوي ستاشر، طب يا ترى القوة دي مش بتساوي أ د تربيع، وأيضًا بتساوي أ ب في أ ج؟ تعالوا نستغل اللي احنا قلناه في ايجاد طول ال ب ج والالف د قوه ا بالنسبه م في البدايه بتساوي ا ب في ا ج القوه بستاشر ا ب ب ونص في ا ج المجهوله يبقى ال ا ج طلعت ستاشر على اتنين ونص اللي هي سته واربعه من عشره سنتيمتر ال ا ج كله على بعضه بستة واربعة من عشرة نقدر نجيب طول ال ب ج هيساوي ستة واربعة من عشرة ناقص اتنين ونص طلعت تلاتة وتسعة من عشرة سنتيمتر كده احنا جبنا طول كده احنا جبنا طول ال ب ج يبقى ال ب ج ستة واربعة من عشرة ناقص اتنين ونص طلعت تلاتة وتسعة من عشرة عايزين كمان نجيب طول ال د ارجع للملحوظة اللي انا لسه قايلها قوة ا بالنسبة ل م بتساوي أ د تربيع يبقى قوة أ بالنسبة لمين بتساوي أ د تربيع كويس جدا قوة أ بالنسبة لمين بتساوي أ د تربيع أ د تربيع هيساوي 16 لأن القوة إحنا جبناها ب 16 لو أخذنا الجذر يبقى الأ د طلع بيساوي أربعة سنتيمتر استغلينا بقى القانون اللي هو إيه؟ قوة أ بالنسبة لمين بتساوي أ د تربيع أو أ ب في أ ج نشوف نتيجة مهمة جدا وسبق دراستها في الصف الثالث الإعدادي. زاوية تقاطع وترين، لو الألف ب والدال ج دولت وترين اتقاطعوا مع بعض وكان ما بينهم الزاوية سيتا ديت. قياس الزاوية سيتا بيساوي نص قياس القوس أ ج زائد نص نص قياس القوس ب د. يبقى نص قياس القوس أ ج زائد قياس القوس ب د. أيضا هنا لو الوترين اتقاطعوا مع بعض خارج الدايرة في نقطة ه الزاويه سيتا الناتجه من تقاطع الوترين خارج الدائره بتساوي نص قياس القوس ا ج ناقص نص قياس القوس ب د جوه زائد ركز كده معايا بره ناقص يبقى لو الوترين اتقطعوا داخل الدائره يبقى القانون هيبقى زائد خارج الدائره القانون هيكون ايه هيكون ناقص تطبيق على القاعده السابقه او التمرين المشهور السابق القوس أ بقياسه 110 القوس د ج 60 عايزين السين السين دي بتساوي ايه؟ بتساوي نص مجموع القوسين يبقى نص 110 زائد 60 يبقى نص في 170 طلعت بتساوي 85 درجة يبقى السين قيمتها بتساوي 85 درجة جبناها ازاي يا مستر محمد؟ نص قياس القوس الأول 110 زائد قياس القوس الثاني 60 نص ال 170 طلع بتساوي 85 اللي بعده في الشكل المقابل قياس القوس ا ج 115 قياس القوس ب د ب 45 ال ا ب وال ج د اتقطعوا مع بعض في نقطه ه ما بينهم في زاويه قياسها س محتاجين نجيب س بالدرجات يبقى س درجه هتساوي الوترين اتقطعوا خارج ولا داخل الدايره خارج الدايره يبقى نص الفرق بين القوسين 115 ناقص 45 115 ناقص 45 يعني 70 طلعت في النهايه ب 35 درجة. تطبيق مباشر. نص الفرق الموجب بين قياس القوسين. السؤال اللي بعده هنا أ ده المماس وأ ب شعاع قطع الدايرة في ب وفي ج. نفس القصة الزاوية بين المماس والوتر بتساوي نص الفرق بين القوسين، نص الفرق الموجب بين القوسين. طب الزاوية بين المماس والوتر قياسها كام؟ س زائد 7. هتساوي نص الفرق بين القوسين القوس الاول 154 ناقص القوس الثاني 70 يبقى س زائد 7 بتساوي 154 ناقص 70 ب 84 84 في نص تبقى 42 ننقل ال 7 بعكس الاشاره يبقى س بتساوي 42 ناقص 7 طلعت بتساوي 35 درجه يبقى الفكره هنطبقها لو وترين اتقطعوا داخل خارج الدايره وهنطبقها ايضا لو وتر ومماس اتقطعوا مع بعض خارج دايره. هنتكلم على معلومه مهمه جدا وهي المحور الاساسي للدايرتين. لو عندي دايرتين م ون وكان عندي قوة النقطة أ بالنسبة للدايرة م بتساوي قوة النقطة أ بالنسبة للدايرة ن فبنقول إن أ دي بتقع على المحور الأساسي للدايرتين م ون طيب معلومه كمان لو قوه ا بالنسبه الميم م بتساوي قوه قوه ا بالنسبه النون وايضا قوه ب بالنسبه الميم م بتساوي قوه ب بالنسبه ن يبقى المستقيم المار بالنقطتين ا وب هو المحور الاساسي للدائرتين يعني المستقيم ا ب يسمى المحور الاساسي للدائرتين نقرا مع بعض الملحوظه تسمى مجموعة النقاط التي لها نفس القوة بالنسبة لدائرتين مختلفتين بالمحور الأساسي للدائرتين. يعني لو قوه ا بالنسبه الميم بتساوي قوه ا بالنسبه لن يبقى ا بتقع على المحور الاساسي للدائرتين ميم ون يعني لو كانت قوه ا بالنسبه لايه لميم بتساوي قوه ا بالنسبه لن وايضا قوه ب بالنسبه الميم وقوه ب بالنسبه لن متساويه يبقى المستقيم المر بالنقطتين ألف وب يعني المستقيم ا ب يسمى محور اساسي للدائرتين ميم ون المحور الاساسي ده كان اخر معلومه في درسنا النهارده هنتظركم في الحلقه القادمه هنطبق تطبيق على المحور الاساسي بس يا ريت تراجع مجموعه القوانين اللي احنا قلناها طوال الحلقه وبتمنى لكم التوفيق وفي انتظاركم الحلقه القادمه ان شاء الله